مفتوح ما يتوقع انه مشكل سهل. انا فعلا قمت بزياره لهاد الدار اللي سقطت، وبطبيعه الحال تواجدي مع الناس ديال السلطه. الحمد لله ما كانتش انتقادات، بالعكس كان ترحال من طرف الساكنه ومن طرف جمعيات المجتمع المدني مشكورين. انتقاد كان من طرف مستشار واحد، وشيء طبيعي، شيء طبيعي، لان كان المفروض هذا المستشار يكون على درايه بالقانون وبالميثاق الجماعي وبالدور ديال المجالس كلهم على حده وبالدور ديال السلطه. ولكن مع كامل الاسف هذا كيحمل واحد الحقد واحد الضغينه للمجلس وللرئيس بالدرجه الاولى. ولكن حنا هادشي ما كيزيدنا الا اراده وعزيمه، ومن خلالكم الحمد لله حنا غادي نوجهوا للراي العام حقيقه ما يقع وما وقع وما سيقع داخل مدينه العتيقه والملاح على وجه الخصوص. الملف كما قلت ملف شائك وعويص، ويستحيل ان نجدوا الحل في ظرف وجيز، مع العلم ان المقاطعه، هذا تنوجه للسيد المستشار المحترم، ان المقاطعه لا دخل لها فيما يخص هذه الاشكاليه المطروحه فيما يخص ضوء العين السقوط. اولا نظرا للامكانيات المحدوده ديالها، ثم القانون اللي كيوضع هذه المقاطعه، ابداء الراي ديال هذه الاقتراحات ديالو، ابداء الراي اللي كنوجهوه من المدينه، وهو راه مواكب معنا الاقتراحات اللي وجهنا سواء في الدورات او في اللجان اللي كتجتمع داخل المقاطعه وكترفع توصيات المجلس الجماعي، واللي تيبقى الدور ديال المجلس الجماعي انه ياخذ التدابير اللازمه فيما يخص هذا الدور الى السقوط. اذا المقاطعه ديال حسن او جميع المقاطعات اللي في تراب المملكه التدخلات ديالها بسيطه، حنا تنقوم بعمليه الاحصاء والتبليغ، ولكن لا دور لنا فيما يخص ايجاد الحلول او ايجاد الحلول. عندنا اقتراحات، ولكن التنفيذ ديال هذه الحلول او هذه الاقتراحات ما عندنا حتى شي دخل، ويصعب عندنا ان